الحيتان المر. ولما تتلاقى الوشوش مرتين ما بيتلاقوا الشيوخ بيقلوا التاني. عمر الوشوش ما بتبقى بعد سنين نفس الوشوش بتبقى شيء تاني. ولما بتلاقى الوشوش مرتين ما بيتلاقوا الشيوخ بيقلوا التاني. عمر الوشوش ما بتبقى بعد سنين نفس الوشوش بتبقى شيء تاني. بتبدل الايام ملل احنا ترعشنا تنعشنا تشوشنا. بتبدل الايام ملل احنا ترعشنا تنعشنا تشوشنا. يا ترى اللي بيعيش الزمن احنا ولا الزمن هو اللي بيعيشنا؟ يا ترى اللي بيعيش الزمن احنا ولا الزمن هو اللي بيعيشنا؟ ولما تتلاقى الوشوش مرتين ما بيتلاقوش مشهد 16 كازينو غروب خارجي. كازينو مجدي ومنى جالسان حول منضدة في أحد أركان كازينو هادئ. مجدي يبادرها في حب وولع. أنت عملت فيا إيه؟ أنا كياني كله اتقلب من ساعة ما شفتك وعرفتك. منى تردد في هيام. أنا مش مصدقة نفسي يا مجدي، معقولة تكون بتحبني الحب ده كله؟ مجدي مؤكدا الحب كلمة صغيرة قوي ملهاش معنى. لا 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 الكلمة دي اتكررت كتير قوي في الأفلام قبل كده. لا لا ثروت القهوة تقول الحب أسمى معاني الوجود. ثروت اشرب القهوة قبل ما تبرد. خلاص يا هدى خلاص، عرفت إنك جبت القهوة، طيرت الجملة من دماغي. مش معقول كده. أسف. لو سمحت وطي التلفزيون. حاضر. مجدي مؤكدا بحرارة. انت اللي علمتيني الحب. الحب منى
تبادله بفضول. يعني ما عرفتش حد قبلي؟ مجدي يجيب ما عرفتش ولا هعرف. انت كل حياتي، انت ايامي اللي راحت وايامي اللي جايه. منى تبادله نظرات الحب والهيام. قطع. تمام. هدى، اقري المشهد ده وقولي لي ايه رايك فيه. ايه الكلمه دي؟ مجدي مغازلا في رقه. ها، ايه رايك؟ ظريف قوي. حقيقي؟ طبعا. غريبه، امال مش باين عليكي ليه انه عاجبك؟ هيبان عليا ازاي؟ يعني ملامحك وتعبيرات وشك بتقري كده وانت محايده خالص. ما انت عارف ان دي طبيعتي. ايه؟ ما بتنفعليش؟ لا، بس بنفعل بطريقه هاديه. انا اسف يا هدى اذا كنت احتديت عليكي. لا معلش. معلش اني كنت مندمج شويه في المشهد، وزي ما انت شايفه المشهد صعب شويه. مفيش حاجه. يعني ما زعلتيش؟ لا. هتنام ولا هتسهر تكمل؟ لا هكمل. طيب تصبح على خير. بقول لي ايه، انت عندك شغل الصبح؟ لا، انا بكره واخده اجازه عرض. طيب ما تتفرجي على التلفزيون. ايه، ما انت قفلته. افتحيه. لا مش مهم. طيب بقول ايه، انا بكره الصبح ما تنسيش تصحيني الساعه 8، عندي ميعاد مهم مع المخرج. حاضر. ثروت 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 ثروت. ايوه. صباح الخير. صباح النور. يا الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 8:30. 8:30؟ أنا مش قايل لك صحيني 8. ما أنا صحيتك، أنت اللي مش عاوز تصحى. صحيتني إزاي بس؟ بالطريقة الرقيقة بتاعتك دي؟ ثروت اصحى يا حبيبي، اصحى يا ثروت. مش ممكن اللي بتعمليه ده. أمال عاوزني أصحيك إزاي بس؟ يعني علي صوتك شوية، زقيني هزيني شد الغطا. معلش أنا العموم نص ساعة ما فرقتش كتير. أنت يا حبيبتي مفيش حاجة بتفرق معاكي أبدا، ده راجل مخرج كبير ومهم، مش معقول هو اللي يوصل قبلي. إن شاء الله هتوصل أنت الأول. يا سلام، طب إزاي أوصل الأول؟ قوليلي إزاي يا راسي أنت يا رايقة، هتجننيني. مالك يا ثروت؟ ما بتاكلش ليه؟ انا ما مش هشتغل مع المخرج ده تاني. ليه بس؟ ده انت كنت مبسوط قوي من التعامل معاه. وجهات نظرنا مختلفة خالص. انا شايف الموضوع اللي انا كاتبه من منظور رومانسي، وهو شايفه مجرد فيلم بوليسي. طب ما تحاول توفق بين وجهة نظرك ووجهة نظره. اوفق ازاي؟ هي خلطة محشي. خلاص اقنعه بوجهة نظرك. مش عايز يقتنع. ناقشه بهدوء. بهدوء بحدة، مفيش فايدة، النتيجة واحدة. طيب روق كده وبلاش انفعال، الانفعال مش هيحل المشكلة. هو أنت يا حبيبتي
ما عندكيش غير كلمة اهدى وروى وطول بالك. امال عاوزني اقولك ايه يا ثروت؟ جددي نوعي ولا اقولك؟ ما تقوليش حاجة، براكين الدنيا وزلازلها بتتحول عندك لجبال من التلج السايح. حاجة تنقط. اسمع الكونسير ده وانت بتشتغل، هيهدي اعصابك خالص، ولو اعصابك هديت هتعرف تركز وتشتغل وتلاقي حلول. انا شخصيا لما ببقى متنرفزه بسمعه بهدى على طول. انت بتتنرفزي امتى ده؟ ليميني على اللحظه دي، ده انا متهيألي انك واخده مهدئ ليل نهار. ولا عمري بستخدمه. هتعيشي مليون سنة. المهم أفضل جنبك طول العمر. بلسم يا حياتي. وأنت قنبلة موقوتة يا حبيبي. هعمل لك كوباية ليمون. مش هتيجي معايا الاوكازيون بعد الشغل يا هدى؟ لا معلش خليها مره تانيه، الساعه 3 بالظبط لازم اكون في البيت. لو اتاخرت دقيقه واحده ثروت يعملها حكايه. طب ما تتصلي بيه بالتليفون قولي له انك هتتاخري شويه. وعلى ايه؟ كده خد لي كلمتين بايخين في التليفون. هو لسه برضه عصبي؟ مهديش شويه؟ ما يبقاش ثروت، ده طبع ومستحيل يتغير. أنا لولا إني بحبه ما كنتش استحمله أبدا. هو من الحب ما قتل. هدى يا هدى. هدى. أيوه يا ثروت. تنمتي؟ أيوه. دايما تنامي بدري كده؟ ما انت عارف ان مواعيد شغلي بدري. طب انا بقى مكتئب جدا وعندي ارق شديد جدا. ليه؟ خير؟ حاسس ان انا ما عملتش حاجه. ازاي بقى؟ انت سيناريست موهوب وطموح وكل اعمالك تشهد بكده. طيب ليه النقاد دايما متجاهليني؟ مش متجاهلينك ولا حاجه، دول ياما كتبوا عنك وأشهدوا بموهبتك، وإن شاء الله الفيلم اللي جاي هيكتبوا عنك أكتر وأكتر. تصبح على خير بقى. أقول لها مكتئب جدا وعندي أرق شديد جدا تقول لي تصبح على خير؟ ده إلا مبالغة اللي أنت فيها دي. نتكلم بكرة بقى، أنا مضطرة أصحى بدري. لا بكرة ولا بعد بكرة، أنا مش هتكلم معاكي تاني أبدا. يا هدى، هدى، يا هدى. ايوه يا سارو. ايه في ايه؟ فين مسودات ملخص حلقات وثاقة القناع؟ هتلاقيها عندك، انا ما بشيلش حاجة من مكان. قلبت المكتب كله مش لاقي حاجة. دور على مهلك. هتروح فين؟ مش موجودة. جا
جايب ميزتها عند المخرج. ما حصلش، لاني انا ما قابلتش المخرج لحد دلوقتي. طيب بالراحه كده مش هتعرف تلاقيها. بالراحه طبعا، ما انت ولا على بالك، حتى لو الدنيا تهدت من حواليكي. مفيش حاجه تهدت ولا حاجه، بلاش العصبيه دي. عصبيه طبعا، انت عارفه معناها ايه يا مدام؟ ان المسودات دي تضيع مني. عارف، هتكتبها تاني بالبساطه دي. يا سلام، اسبوعين بحلهم بواصل الليل بالنهار، شربت يجي 100 فنجان قهوه، حرقت دمي واعصابي بيهم عشان اكتب ملخص زي ده. ان شاء الله مش هتكتبها تاني، اهدى بس كده انت وركز، وانت تفتكر حطيتها فين. ايوه اهدى وركز واروق دمي واروق اعصابي، الحياه ما فيهاش مشاكل خالص. هتفرسيني يا مدام ببرودك ده. ثروت، مش معقول كده. عيب. ايه انفعلتي؟ لا لا، حيلك حيلك، اعصابك دمك يفور ولا ضغطك يرتفع ولا حاجه. على ايه ده كله؟ زي ما يكون انا المسؤوله عن ضياع اوراق. امال مين المسؤول يا هانم؟ هو في حد في البيت ده غيرك انت وانا؟ مفيش. تلاقيكي وانت بترتبي المكتب ولا بتنظفي الاوضه ضيعتيهم. ما حصلش طبعا. هتقولي كده لازم تقولي ما حصلش، امال هتقولي ايه؟ لازم تبرري اهمالك ولا مبالاتك. ثروت كفايه اهانات بقى، مش معقول كده. دي مش اهانات يا هانم، ده اقل شيء يتقال لي واحده زيك. الزم حدودك. ما تعلي صوتك عليا. لا انا مش هقدر استحمل عصبيتك دي اكتر من كده. ولا انا اقدر استحمل برودك ده اكتر من كده. ايه عايش مع تلاجة؟ هتموتيني ناقص عمر. انا خلاص يا ماما، ما عدتش قادر استحمل اكتر من كده. كل حاجه ليها حد، وثروت فاق كل حد. غريبه، ده انت اول مره تشتكي منه، وكل ما اسالك تقولي انك سعيده معاه. كنت بدالي واحاول اعالج عيوبه بهدوء ومن غير شوشر. معلش يا بنتي، انت عاقله وتقدري تنحني للريح زي ما بيقولوا. طولي بالك، مسيره هيهتدي. يا ما سامحت، غفرت واستحملت. عصبيته بقابلها بابتسامه، توتره بحاول امتصه، اهاناته ببلعها، لكن اكتشفت ان مفيش فايده، عمره ما هيتغير، بالعكس عصبيته بتزيد يوم عن يوم. مش معقول هفضل معاه لغايه ما يتهور علي. ده ما يتورحش انه يضرب. معقول يا هدى للدرجه دي؟ هو اتجنن؟ في لحظه انفعاله ما بيبقاش داريان هو بيقول ايه وبيعمل ايه. للاسف انا اتجوزت واحد طبيعته غير طبيعتي خالص. انا خلاص اعصابي تعبت، ما عدتش قادره استحمل اكتر من كده. احنا لازم ننفصل. ايوه اهلا اهلا يا استاذ. ايه بقى حركات المؤلفين دي؟ استنيتك يوم الخميس اللي فات حسب الميعاد، ما جيتش ليه؟ معلش كان في ظروف عطلتني. وجاي فاضي؟ امال فين ملخص الحلقات؟ للاسف بعد ما كتبته ضاع مني، هضطر اكتبه مره تانية. ضاع ولا اديته المخرج تاني؟ طبعا بعد الكلام العظيم اللي كتبته عنك ماجدة صديق ما حدش هيعرف يكلمك. ايه ده، فين الكلام ده؟ انا ما قريتش. اهو في مجلة النجوم. اما ثروت كاتب السيناريو والحوار، فهو اسمي يتسلل الى الصف الاول من كتاب السيناريو والحوار دون ضجة ولا أحاديث صحفية، وإنما بجهد ومثابرة. وقد صاغ سيناريو فيلم أسوار الذكرى بفهم عميق للأبعاد الاجتماعية والنفسية لأبطال روايته. هايل، أنا طول عمري أقول إن مجدة صديق دي ناقدة ممتازة. طبعا بشرط تمدحك على طول. على فكرة ضروري تقابلها وتشكرها. طبعا لازم اروح لها ان شاء الله النهارده المجله. النهارده؟ ومش مهم انا ولا الحلقات؟ اقول للمنتج ان البين مؤلف مش فاضي، مشغول بنرجسيته؟ ابدا، الحكايه ما فيها ان الواحد ما صدق يقرا حاجه
فرحه وتخرجه من الاكتئاب اللي هو فيه. طب وايه اللي خلاك مكتئب؟ ده احنا حتى نمسك الخشب نجمك في صعود. سعيد في العمل، تعيس في الجواز. معقول؟ يا راجل ده انت متجوز واحدة زي النسمة، تتحط على الجرح يطيب زي ما بيقولوا. ما هي دي المصيبة، هي نسمة وأنا إعصار، هي رماد وأنا نيران بتحترق، هي همسة وأنا صراخ. نقيضين، نقيضين عايشين تحت سقف بيت واحد. نقيضين هايلين. معنى كده إنها بتحتمل تطرفك وبتحتوي جموحك وبتمتص انفعالك. أنا لو منك هبقى سعيد جدا. بالعكس، أنا أتعس إنسان في الدنيا. أنت ما عندكش فكرة هدوءها وبرودها دول بيعذبوني قد إيه. أسوأ شيء في الدنيا إنك تعيش مع إنسان ما بينفعلش. كل أجهزة الخوف والجزع والدهشة والانبهار والفضول والقلق والتوتر والغضب والثورة، كل دي أجهزة عندها معطلة، أجهزة لا تعمل. مفيش حاجة في الدنيا بتسرها، مفيش حاجة تخليها تتهز أبدا. أبقى أنا بغلي وهي زي المية الراكدة، أبقى أنا بجز على أسناني وبعض في ضوافري وهخبط دماغي في الحيط وهي هادية وناعمة ورايقة، تاكل ببطء وتهضم براحتها وتغني وتدندن وتدخل تنام وتحلم أحلام وردية سعيدة. والنتيجة إيه؟ إننا عايشين معزولين عن بعض، هي في وادي وأنا في وادي، عاملين زي المية والزيت في إزازة واحدة، مش ممكن يختلطوا ببعض مهما رجيت في الإزازة. أنا خلاص زهقت، عايز أعيش مع إنسانة بتنفعل. لو حاولت أفرض عليها رأيي ترفضه، لو صرت عليها تقاومني، تشاركني قلقي وتوتري وجنوني، فهمني؟ لو سمحت، مكتب الأستاذة الناقدة مادة صديق. هو ده مكتبها، بس هي دلوقتي عند رئيس التحرير. تفضل حضرتك ارتاح. متشكر. اهي هي اللي جايه هناك دي. مش ممكن، انا لا يمكن ابدا اسمح بالمهزله دي. اذا كان مش عاوزني اكتب نقد في المجله يقولها لي بصراحه، وانا مستعده اسيب المؤسسه دي كلها من بكره. اهدي بس يا ماجده وطولي بالك. من فضلك ما تقوليش اهدي وطولي بالك دي تاني مره، انا الكلام ده مستفز منه. انا هاخد حقي بالكامل لهوصل المشكله لاعلى المستويات. منع عن اذنك. الله، تقدر تقولي لمصلحة مين هاغطي بالنقد والتحليل الدقيق 50 فيلم من أفلام المهرجان؟ أغطيهم في 7 مقالات قوم ينشر منهم 5 بس، لمصلحة القارئ ولا السيد رئيس التحرير ولا الكتاب إياهم؟ أنا معاكي، بس أنت احتديتي عليه قوي. طبيعي أحتد، أمال عاوز نعمل إيه؟ أروح أتأسف له وأعتذر له؟ أنا في الحق معرفش حد، صح ولا لأ يا أستاذ؟ صح، ثروة إبراهيم السيناريست. اهلا يا فندم. اهلا بيك. انا اتفرجت على اخر افلامك وكتبت عليه انه سيناريو جيد وحوار لماح وذكي قوي. الحقيقه انا قريت لحضرتك كتبتيه وكنت جاي اشكرك. لا شكر على واجب. قهوه الاستاذ سعد، انا عارفه كل الكتاب بيحبوا يشربوا قهوه. مظبوطه. حاضر. تصوري ان حضرتك الناقده الوحيده اللي استلفت نظرك السيناريو وكتبت عنه باهتمام واستفاضه. ايوه، والباقيين كتبوا انطباعات عامة وسريعة عن الممثلين والمخرج. عارف ليه؟ لأنهم نقاد مش متخصصين. فهمتي ليه بقى يا أستاذ عادل أنا صرت على رئيس التحرير؟ لأنه متخيل أنه لما ينشر 5 بس أنه كده بيدي فرصة النقاد تانيين يكتبوا. مش مشكلة يكتبوا، بس يبقى لهم علاقة بالفن. دول ما لهمش أي علاقة بالسينما، صح ولا لا يا أستاذ ثروت؟ صح، أنا وايدك جدا في موقفك ده. ساعات الانفعال والحدة بيكونوا ضرورة لتأكيد الحق وتوصيل المعلومة. المهم النتيجة، ماجدة لما انفعلت رئيس التحرير أصر على رفضه لنشر المقالتين. يسر هنشرها في مجلة تانية وهو الخسران. عن إذنك يا أستاذ ثروت. اتفضلي. معلش، أصل عندي ميعاد مهمة قوي. عن إذنك. اتفضلي. على فكرة في ندوة النهاردة في المجلة الساعة 6 عن أزمة السينما، هتحضرها؟
يعني. اوكي يبقى اشوفك بالليل ونكمل حوارنا. ان شاء الله. انت رايح فين؟ اقعد اشرب قهوتك. سلام. هي كده طول عمرها مندفعه وحاده ومتحمسه. ولا ايقاعها، ايقاعها سريع جدا. انا بصراحه تعجبني الشخصيات دي جدا. شفت ازاي افحمت الادعياء والمتطفلين وتجار الفن؟ هم دول سبب ازمه السينما المصريه. برافو عليكي، ده انت فجرتي قضايا خطيره جدا، حطيت النقط فوق الحروف. وبدات معركه هتفضل مشتعله لوقت طويل، مش في الوسط السينمائي بس، لا، في الصحافه، في وسائل الاعلام كلها. ماجده بصراحه انا معجب قوي بحماسك وبتدفقك وبالمواقف السخنه اللي بتعمليها دي. لازم نكسر حواجز البلاده والترهل والبروده اللي بتسيطر على مشاعر ناس كتيره قوي. سلام بقى. بقى ماجده، امتى اقدر اقابلك ونقعد مع بعض قعده طويله شويه؟ في اي وقت، ابقى كلمني في التليفون. سلام. مع السلامه. الحمد لله يا مكتئبة هاني. تقدري تقولي لي هتخرجي من الحالة اللي انت فيها دي امتى؟ لو كنت عارف كنت قلتلك. يا سلام، الدنيا اتهدت، انت الوحيدة في العالم اللي حصل لها كده. وبعدين في النهاية مش دي رغبتك؟ مش انت اللي صممتي على الطلاق؟ ايوه، بس الفشل طعمه مر قوي. انت ما فشلتيش، هو اللي فشل. انت عملت المستحيل عشان المركب تمشي، ما مشيتش. النتيجة واحدة، الناس عمرها ما بتسأل ايه الأسباب، لكن دايما بيدينوا الست. بلاش الأفكار اللي في دماغك دي، الناس كلها عارفة انت مين وأخلاقك ايه، وإن شاء الله قريب ربنا هيرزقك بابن الحلال اللي يقدرك ويعوضك عن اللي فات. أنا أفكر في الجواز تاني؟ وليه لا؟ ليه ما تفكريش؟ انت لسه صغيرة وحلوة وألف راجل يتمناكي، وإن شاء الله الجوازة التانية هتكون أحسن. المهم دلوقتي يلا يلا بينا. هروح فين؟ انزلي معانا نشم شوية هوا، ملوش لازمة حبستك دي. طالعة تعزم واحد صاحبه على العشاء. معلش يا مديحة، أعفيني أنا. لا، ده أمر، وانا اختك الكبيره ولازم تسمعي كلامي. يلا يلا قومي. مش ملاحظة حاجة يا مديحة؟ حاجة ايه؟ سمعنك بتضحك على ايه؟ احنا خلصنا اكل ولسه مدحت وهدى هيبتدوا الاكل. ما انت عارف طبعي، طول عمري باكل على مهلي، بكده بستمتع اكتر وبهضم احسن. وبعدين احنا ورانا ايه؟ على اي حال ده مش طبعك في الاكل بس، ده طبعك في الاكل والشغل والحياه كلها. الهدوء والتريس احسن روشته للنجاح. سربعه يعني كالفته، يعني نتائج مش دقيقه. عندك حق، التوتر والسرعه كمان ممكن يخلوك تنفعل اكتر. يعني مثلا لو عاوز تنجز حاجه بسرعه ممكن تغلط نتيجة اللهفة والتعجل، فتضطر تنجزها من تاني. بالظبط، ده حتى في مثل فرنساوي بيقول، ما معناه؟ امشي ببطء توصل أسرع. <تصفيق
على اي حال مضطرين نمشي ببطء عشان أزمة المرور. ده انتوا هايلين على فكرة، ده انتوا هتعيشوا مليون سنة. جرى ايه يا استاذ ثروت؟ انت بقالك ساعه عمال تمتدح فيا، انا كده هيحصلي تضخم في الذات. تضخمي ولا يهمك، ما هو الفنان لازم يحس بذاته وبتميزه. ايوه بس انا مش فنانه. ليه؟ النقد فن. ايوه بس النقاد المحترمين اللي زيي اللي ما بيعرفوش يجاملوا محدش بيحبهم. بس انا بحبهم، قصدي بحب كتاباتهم لاني انا بستفيد منها. تصور انا خسرت ناس كتير قوي للسبب ده، لدرجة انهم سموني النقيدة القذيفة المتطايرة الشظايا. اهو ده بقى نفس انطباع مراتي عني، قصدي يعني اللي كانت مراتي، مسمياني القنبلة الموقوتة. انت مطلق؟ حديثا. ليه؟ ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. ايوه بس للأسف في حالتي انا كان ضرورة. أنا أصلي زيك، شايف الحياة معركة محتدمة لازم الإنسان ياخدها بكل مشاعره وأعصابه وجوارحه، وهي شايفة الحياة حلم بالهدنة والاستكانة. سالب وموجب يعني، قطبين متنافرين، طرفي مقص، سوء التفاهم الأزلي اللي بين البشر. مش كل البشر، بدليل تقاربنا أنا وإنتي، أهو ده تالت لقاء بيننا وبين بعض، ومع ذلك حسيت من أول وهلة إننا بنفكر زي بعض وطبيعتنا متشابهة. على العموم أنا بعتز بيك كصديق وثق إني هتابع كل أعمالك بالنقد والتحليل. ياه أنا اتأخرت قوي. هو أنا مضطر أمشي عشان عندي ميعاد مهم في المجلة. أنت دايما مستعجلة. معلش ابقى كلمني في التليفون. حاضر. سلام. مع السلامة. إنها ما قلتليش، إيه رأيك في مدحت؟ مدحت مين؟ صاحب طلعت، لحقت تنسي؟ من ناحية إيه يعني؟ عموماً عموماً هو إنسان كويس، هادي قوي ورزين وعاقل. آه، وأعصابه في تلاجة، لو الدنيا تهدت لا يمكن ينفعل. يلا على خيرة الله. على خيرة الله إيه؟ أنا شايفة إن الراجل ده مناسب ليكي من كل الزوايا. هي قلتي إيه؟ قلت ايه في ايه؟ انا ما بفكرش في الجواز دلوقتي، وحتى لو فكرت مش ممكن اتجوز بالسرعه دي. لا سرعه ايه بس وبطء ايه؟ الراجل مستوفي كل الشروط ومعجب بيكي جدا، يبقى ايه لازمته التردد ده؟ هو اللي قالك انه معجب بيا؟ لا قال لي طلعت، وطلعت قال له على كل ظروفك ما اعترضش ومستني رايك. وانت متصوره اني ممكن اوافق من غير ما اقعد معاه ونتكلم كذا مره واعرف عنه كل حاجه واشوف هقدر اتفاهم معاه ولا لا وبعدين اقرر؟ دي بسيطه، انا هقول لطلعت يحدد معاه ميعاد تقعدوا مع بعض وتتكلموا، بعدين يا ستي هخليه يعزمك بس على الغدا مش العشاء. اشمعنى مش العشاء؟ عشان لو عزمك على العشاء هترجعوا البيت على الفجر. ثروت أرجوك اديني فرصة أفكر. أنا صحيح إيقاعي سريع وقراراتي جريئة وحاسمة، لكن برضو محتاجة وقت عشان أفكر. أنا موافقة، فكري. فكرتي؟ معقول أفكر بالسرعة دي؟ طبعاً مش أقل من أسبوع. أسبوع؟ لا ده معناها ان هيبقى عندك وقت تحكمي عليا وتحطيني في ميزان نقدي وتحلليني العناصر ومقدمات واسباب ونتائج. لا انا افضل قبل ما تشغلي فيا مناهج البحث تحكمي عليا دلوقتي على طريقه النقد الانطباعي. تتم الايجابيات بترشح. ازيك يا هدى؟ ازيك انت؟ تشربي ايه؟ ليمون.
اتنين ليمون لو سمحت. الليمون كويس، بيهدي الأعصاب. أنت ما بتشربش شاي أو قهوة؟ لا، دي منبهات ما بحبهاش. ولا سجاير، مش كده؟ يعني سيجارة اتنين بالكتير. كويس قوي سيجارة أو اتنين بالكتير في اليوم. في اليوم إيه؟ لا، في الأسبوع كله. في اليوم قال لا، السجاير بتوتر. طب ده أنا في مرة صدفت وشربت ثلاث سجاير في يوم واحد، احتديت على المدير من غير أي داعي. قلت له إيه؟ قلت له لو الشغل هيمشي بالطريقة دي، لا، احتمال أنا في يوم من الأيام إني أصور وأعترض. وأنا أفضل إن أنا ما أعملش حاجة زي كده. من يوميها قررت عدم الإفراط في التدخين. أنا معجبة قوي بهدوء أعصابك. الانفعالات حماقة وقلة حيلة. الإنسان الناجح هو اللي يقدر يسيطر على انفعالاته، على أعصابه. عندك أنا مثلا بسبب هدوئي اترقيت بسرعة من أمين متحف لأمين أول. واضح جدا إن شغلك في المتحف ساعد أكتر على هدوء أعصابك. جدا. كفاية إنك تتأملي لوحة فسيفساء من القرن الـ13، أو تنافس منسوجات وطرازات من القرن الـ16، أو تشوفي دقة وطول بال وصبر فنان في نقش وزخرفة المنمنمات. كل ده تستلهمي منهم الهدوء والسكينة. طب أنا هقولك على حاجة صعبة جدا إنك تصدقيها. عارفة الشهنامة طهمة سب اتعملت في كام سنة؟ ايه الشهنامة طهمة سب دي؟ دي أضخم وأعظم النسخ الملكية المصورة، بتستعرض الملحمة الإيرانية الوطنية. دي عبارة عن 758 صفحة. الفنان سلطان محمد كتبها ورسمها في 20 سنة. ياه، 20 سنة؟ ده فعلا كان بالهم طويل قوي. عشان كده طلعت أعظم مرجع فني للمرحلة التاريخية دي. شفتي بقى هدوء الأعصاب كويس إزاي؟ حفل ملكات جمال العالم بنتابعه دايما بشغف واهتمام. الحال انه له طابع مميز وبتتخلل له عروض استعراضية وتابلوهات فنية جميلة جدا بتقوم بأدائها ملكات جمال العالم. مجدة، اقري المشهد ده وقولي لي رأيك فيه. انت طفيت التلفزيون ليه؟ عشان تعرفي تقري المشهد بتركيز. المشهد ممكن يتأجل، لكن البرنامج مش ممكن يتأجل. ياه، هو البرنامج مهم قوي كده؟ مهم مش مهم، المهم انك تحترم رغباتي. جمال العالم لعام 1987. خلاص خلاص، انا اسف. سارون، انا اسفه اذا كنت احتديت عليك، اصل كنت بتابع البرنامج وانت قطعت عليا استرسال. وريني المشهد. ها، ايه رايك؟ تعرف رايي من غير مجامله؟ طبعا. المشهد ضعيف قوي. ليه؟ جمل الحوار هنا مباشرة قوي. المباشرة هنا مقصودة، انا بكتب في قضية المعلومات اللي فيها مهمة قوي لازم تتقال. ايوه، بس الذكاء انك تطرح القضية اللي انت عاوز تناقشها في قالب فني. المباشرة هنا بتقربك لاسلوب المقال، واعتقد ان في فرق كبير قوي بين اسلوب المقال واسلوب السيناريو. افتكر ان انا عارف كويس قوي الفرق بين الاثنين. أنا بسألك عن رأيك في المشهد بصفة عامة، مش في الحوار وبس. أنا بصفتي ناقدة مهمتي تحليل كل كبيرة وصغيرة في العمل الفني. أنت كده بتتصيد الأخطاء، ودي طريقة مش موضوعية.
انت اللي متعصب لشغلك ومتستحملش اي نقد عليه. انت مفعله كده ليه؟ ما تهدي شويه. انت اللي صوتك عالي زياده عن اللزوم ومتوتر. خلاص يا ماجده خلاص انتهينا. طب من فضلك بعد كده ما تبقاش تسالني عن رايي. المكان جميل قوي فعلا. انت جيت هنا قبل كده؟ ايوه. لوحدك؟ ايوه. هسألك سؤال كمان، لو جاوبت عليه بايوه هتدفع 75 قرش. اسألي. كان ليك تجارب قبل كده؟ لا. مش ملاحظ انك دايما بتجاوب بكلمه واحده؟ فعلا. تصور احنا قاعدين بقالنا اكتر من ساعة والجرسون ما جابش الطلبات. على مهله. انت مستعجلة؟ ما انت عارف اننا ورانا مشاوير كتير. هنشتري الشبكة وفستان الخطوبة بتاعي وانت كمان هتشتري بدلة. لا انا مش بحب الجاهز، انا بفضل التفصيل. بس ما فيش وقت، ده فاضل على الخطوبة اسبوع. انا الترزي بتاعي سريع جدا. خلاص ننزل نشتري القماش دلوقتي ونلحق نوديه على طول، بس عاوزين نلحق المحلات قبل ما تقفل. ما لسه بدري. انا بقول بلاش نشرب حاجه، مش ضروري يعني، علشان نلحق وقتنا. يعني ما تقلقيش، يعني اطمني، ما كانش النهارده يبقى بكره، ما كانش بكره يبقى بعده، ما كانش بعده يبقى بعد بعده. مدحت مفيش وقت. عيبك انك متوتره جدا. انا ثروت ثروت. ايه ايه قوم اصحى يلا، الساعه بقت 8:30. فزعتيني، في واحده تصحي جوزها بالطريقه دي؟ امال عاوزني اصحيك ازاي؟ بالراحه بنعومه برئه. حاضر يا رومانسي، قوم اصحى. وبعدين انت بتصحيني ليه؟ انا نايم وش الفجر. قوم 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 شوف شغلك. انت ناسي انك انت هتسلم السيناريو بكره؟ لسه بدري، سيبيني انام ساعه كمان. مش معقوله يا ثروت، انت هتجنني بهدوءك وايقاعك الواقع ده. انا مبروك يا هدى. قمر، مش كنا عملنا كتب الكتاب بالمره؟ مفيش داعي للاستعجال. مدحت جه؟ لا، والده وقرايبه هم اللي وصلوا. ايه اللي اخره كده؟ ما تقلقيش، زمانه جاي. الف اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عقبال عندك. اهلا وسهلا. اتفضل. ربنا يتمم بخير وعقبال اولادك يا استاذ طلعت. في حياتك ان شاء الله يا عمي. هو متى هتتأخر كده ليه؟ على وصول عريس بقى وبيوضب نفسه. انتوا سبتوه في البيت يا عمي؟ ايوه، واحنا قلنا نسبقه، اصله لسه هيروح للترزي يستلم البدله عقبال اولادك. هو لسه ما استلمهاش يا عمي؟ ان شاء الله هيستلمها، بس ما تقلقوش كده امال، الا لسه قدامنا طويل والعجله مش شيطان. اهلا وسهلا. اهلا، عقبال عندكم. ربنا يتمم بخير. اهلا وسهلا. اهلا 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 مدحت بيه، ربنا يتمم بخير. والله انا فرحت لك قوي. متشكر قوي يا عم زكي. طبعا انت مش غريب، ومع ذلك الكارت بتاعك اهو. عقبال البكاري، وزيك انت كده، وزي صحة الوالد. والله الوالد بعافية شوية. ليه كفلنا الشر؟ الضغط عنده واطي وبيجيله دوخة كده. لألف سلامة. شوف يا مدحت بيه، خليه يزود الملح شوية في الأكل، ده احنا مشتاقين له كتير والله. يا علي. أيوة يا أستاذ. ليمون ساقع لمدحت بيه. حاضر. يا ترى البدلة بتاعتي خلصت يا عم زكي؟ طبعا يا مدحت بيه، هنقدر اتأخر عن طلباتك انت بالذات؟ اهي في ايدي اهي.
يا دوبك هركب لك الزراير واعمل لك العراوي واكوهالك سوانو حكون جاهزة. لكن انت ما قلتليش، هي العروسة غريبة ولا من العيلة؟ لا، هي اخت مرات واحد صاحبي. هحكي لك انا اتعرفت عليها ازاي. شوف يا سيدي، الساعة بقت 10، دي مش حكاية بدلة أبدا، ده أكيد جراله حاجة. كفلة الشر يا بنتي، تلاقي الترزي بس عطله شوية. نجيح أيوة، روحي للطرد خليه يروح له عند الترزي، مش معقول كده. حاضر. ايه رايك؟ تمام كده؟ تسلم ايدك يا عم زكي، مظبوط على الاخر. ده انت اللي قرفتك حلوه خالص. بس الكتف ده عايز ينزل سنه. ماشي. والزرار ده عايز يعلى سنه. ماشي. والكم ده عايز يقصر سنه. حاضر. معلش هتعبك معايا يا عم زكي. عيب يا مدحت بيه، ده انت تؤمر. على بال ما تشرب الليمون الساقع اكون جهزتها لك. الف مبروك يا عم. متشكرين. الف مبروك. متشكرين قوي. عمي معاك نمرة تليفون الترزي ده؟ لا والله يا استاذ طلعه، دي في البيت، وانا لو اعرف انكم عاوزينها كنت جبتها معايا. طب ممكن تقول لي على عنوانه عشان اشوف مدحت عنده؟ ده المحل بعيد قوي يا ابني عن هنا. مش مهم يا عمي، اديني عنوانه كده. طب شوف يا ابني، تدي ظهرك لمداري العتبة وتسيب اول شارع على يمين. خلاص يا عمي اهو جه. معقولة التأخير ده كله يا مدحت؟ ده نص المعازيم مشوا. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا هدى؟ مبروك. دي عاملة تعملها يا مدحت؟ ايه اللي أخرك؟ معلش حصل خير. عم زكي الترزي هو اللي عطلني. طلعت من عنده على الحلاق طوالي. يا ساتر اعصابه بارده بشكل. معقوله التاخير ده يا مدحت؟ أنا واخدة إذن بساعة من الشغل بالعافية. يا ريتنا اتقابلنا في المتحف، كان عندي النهاردة جروب، كان نفسي تيجي تتفرج. المهم بس أنا جاية أقولك إن في فرصة هايلة، شقة قالت لي عليها زميلتي في الشغل، 3 أوض على شارع مصر والسودان بمقدم 6000 جنيه بس، وما فاضلش على تشطيبها غير شهر أو شهرين بكتير، وهي الشقة الوحيدة اللي فاضلة في العمارة دلوقتي. معقولة 6000 جنيه بس؟ أصل صاحب العمارة قريب زميلتي، هو راجل طيب ووطني، وأمله أن يساهم في حل أزمة الإسكان. طبعاً وجوده نادر في الزمن ده. طبعاً ده شخصية جديرة بالإحترام، إحنا لازم نقابله ونقعد معاه قعدة طويلة. المهم أنا ترجيتها أنها تتصل بيه علشان يحجزنا شقة لغاية بعد الظهر. واتصلت بيه؟ أيوه، وحدد لنا ميعاد الساعة 5 علشان نمضي العقد معاه. المطلوب منك دلوقتي انك تروح البنك تسحب فلوس وتجيلي على العنوان ده. دي شقة صاحب العمارة اللي هنتقابل عنده، والشقة اللي هناخدها في الدور اللي فوقيه على طول. طب مش كنا نشوف الشقة في الأول قبل ما نسحب الفلوس؟ انت مش هتلاقي فرصة أحسن من كده. احنا لو استنينا يوم واحد بس هتطير مننا الشقة. خلاص اتفقنا؟ اتفقنا.
اوعى تتاخر بقى. صاحب العماره اكد لزميلتي انه هيحجزها لغايه الساعه 5 بس، بعد كده هو مش مسؤول بقى. باذن الله يعني الساعه 5 بالظبط هكون جاهز. فرصه بقى نشرب 2 ليمون. لا لا مش وقته، انا لازم ارجع الشغل دلوقتي على طول. تروح على البنك على طول، الحقه قبل ما يقفل. هو لسه بدري ما تقلقيش. طيب سلام. طب الليمون. يلا بقى يا مدحت. ازيك يا هدى؟ مش هي دي العمارة صح؟ الحمد لله على السلامة يا أستاذ. الله يسلمك. انت نزلت ليه؟ مش مفروض نتقابل فوق؟ ميعادنا الساعة 5 يا أستاذ. تقدر تقولي انت ايه اللي عملته ده؟ انا عبال ما جبت الفلوس من البنك روحت اتغديت وقيلت شوية، قمت لبست وضبت نفسي وشربت الليمون، وبص في الساعة لقيتها 7، جيت جري. علوم حصل خير يعني. يلا بينا نقابل صاحب العمارة. بس هو بقى مش عاوز يقابلك. ليه؟ خلاص أجرها. الراجل فضل مستنيك ولما يئس من حضورك أجرها. معلش حظنا كده، خيرها في غيرها. غيرها؟ ابقى قابلني، أصل السما بتحدى في شقق فاضية. هدى أنت بتتكلمي بعصبية كده ليه؟ أنت هتنقطني ببرودك؟ هدى عيب. مدحت خد ابنتك. هدى استني. ثروت يا ثروت. ايه فيه ايه؟ في المقال الثروه المصريه بين الامس واليوم. انا شعرفني كانت هنا. تلاقيها عندك. قلبت المكتب مش موجودة. دوري بس على مهلك شوية. مش موجودة. لازم نسيتيها في المجلة ولا حاجة. مش ممكن، أنا كتبتها امبارح وما رحتش المجلة النهاردة. طيب بالراحة عشان أنت كده هتلخبطي لي أوراقي. بالراحة؟ طبعًا ما أنت ولا على بالك، حتى لو الدنيا تهدد قدامك. أنا؟ عارف معناها ايه؟ ان المسودات دي تضيع؟ عارف. هتضطر تكتبي المقال مره تانية. يا سلام بالبساطه دي؟ ده انا بقالي اسبوعين بحضر فيه، وامبارح سهرت للفجر عشان اكتبه. يا سلام، واضح بقى انه كان مقال خطير جدا، ده هو ده اللي هيغير مسار السينما المصريه. بتتريق؟ متخيل ان مفيش اي حاجه في الدنيا مهمه زي شغلك؟ ايوه، المقال ده اهم من كل سيناريوهاتك. كفاياك غرور بقى، بطلي نرجسية بقى، شوية تواضع. لعلمك النقد بتاعك ده مرحلة تالية للإبداع. النقد الحقيقي أعظم من 100 فنان مدعي. دور معايا. أنا ما بشتغلش عندك، ومرة تانية ما تحطيش حاجة على مكتبي. أنا مش مسؤول عن ضياع أوراقك. أمال مين المسؤول؟ في حد عايش معانا هنا غير أنا وأنت؟ مش معقول اللامبالاة والبرود اللي أنت عايش فيه. ماجدة احترمي نفسك وانت الزم حدودك. انت بتعلي صوتك عليا. وادي سيناريوهاتك اللي انت متخيل ان مفيش حد يعرف يكتب غيرها. اهي يا نهار اسود اهو. سيبي شغلي يا مجنونه، سيبي ورقي يا مجنونه. انا كنت مجنونه فعلا، مجنونه يوم ما فكرت اتجوز واحد اناني زيك. انت الانسانه مش طبيعيه، ده اخر يوم اعيش فيه معاكي. طلباتنا كل ده النهارده معقول؟ ايوه معقول، انا مش فاضي غير النهارده بس.
وبعدين في روايه لازم اخلصها قبل الفرح. لسه فاضل على الفرح شهرين. كلمه لسه دي انا ما بحبهاش، واللي تتجوزني لازم تكون فاهمه كده. بس ده حتى الكون ما اتخلقش في يوم واحد. الكون عمره ممتد الاف السنين اللي فاتوا الاف سنين جايه، لكن الانسان عمره قصير. تاكس. انت بتفطر وبتشرب الشاي وبتقرا جورنال وبتتكلم في التليفون وبتكلم اللبس في وقت واحد. يا حبيبتي اليوم قصير والوقت بيجري، وانا النهارده عندي حاجات لازم اعملها. الدنيا مطرتش على مهلك شويه، واللي ما تقدرش تعمله النهارده اجله لبكره، واللي المفروض اعمله بكره اجله لبعده. لا يا حبيبتي، انا طموحاتي لا تحتمل التاجيل. ايه هتسابق الزمن؟ الناجحين دايما في سباق مع الزمن، وانا بحلم بالنجاح والشهرة. باي باي. ربنا يوفقك. المهرجانات رشحت الفيلم لمهرجان قرطاج. حقيقي ألف مبروك، إن شاء الله هتاخد جايزة السيناريو. ده أنا لو خدت الجايزة هجيب لك هدية تهوس. أنا كل اللي يهمني نجاحك. شفت حبيبتي أهمية الإنجاز السريع؟ لولا إني أنا تحمست وكتبت الفيلم بسرعة ما كانش لحق يتصور ويترشح للمهرجان. برافو عليك، بس أنا برضه يهمني صحتك، أنت بتتعب قوي. يا حبيبتي الشغل بيقوي القلب، الكسل والرحرحة هما اللي بيتعبوا. يلا روح قلبي وضبي لنا الغدا عشان الحق اكل واقعد اخطط للحلقات الجديده. حاضر. يلا روح. السجاير كانت هنا. الدكتور قال مفيش سجاير على الاقل لغايه ما تخلي. سيجاره واحده ما تاثرش. قومي بقى هاتي السجاير عشان انا ما اتضايقش. تبقى مش عاوز تخف. اصبر شويه علشان تقوم بالسلامه بسرعه. ولا انت عاوز الشغل يتراكم عليك؟ لا يتراكم ده ايه؟ انا هقوم اشتغل، زهقت بقى من نومه السرير دي. ثروت احنا ما صدقنا انك اتحسنت شويه. يومين كمان زي الدكتور ما قال. ما اقدرش، انا ما اتعودتش على كده، وبعدين انت عارفه ان المنتجين ما بيرحموش. كلهم عارفين انك تعبان ومحتاج للراحه. قومك بسرعه هيخليك تتعب اكتر، وده معناه انك هتتعطل اكتر. ممكن بقى تسمع الكلام؟ حاضر يا رايقه. عقبالك. Thank you.
فايدة. امتى؟ نسيت يوم ما انفعلت على المنتج وما كنتش عاوز تكتب فيلم ايام الذكرى علشان الاجر. يومها قلت لك اهدى وفكر كده من غير انفعال. فعلا يوميها قررت اني اكتب الفيلم لاني كنت معجب جدا بقصته وتنازلت شوية عن الاجر الكبير اللي حددته للمنتج. وكانت النتيجة ان الفيلم لما اتعرض نجح وانهالت العروض عليك بعدها. الفضل ليك انت. انا متشكر يا هدى، مش عارف من غيرك كان ممكن اعمل ايه. انفعالاتي ضيعتك مني في لحظة، مش عايز اندم العمر كله. ممكن تغفري للفنان اللحظة دي؟ والانسان جالساني على سطح العبارة التي تمخر عباب الماء في تكوينات شعرية أخاذة مشكلة دوامات دائرية متلاحقة متدفقة في إيقاع لاهس متلاحق. يبقى يورينا بقى المخرج العبقري هينفذ الكلام ده إزاي. هاني يردد في ود وإعجاب. سرحانة في إيه يا حبيبتي؟ سلوى تهمس في رقة فيك وفيا. هاني وصلت لإيه؟ سلوى مؤكدة. وصلت لحقيقة مهمة أوي. هاني بفضول. إيه هي؟ سلوى مداعبة. ده سر. هاني
هتخبي عليا؟ سلوى هتقول لحد؟ هاني؟ لا سلوى، حقيقة الخيط اللي بيربطنا ببعض. هاني ايه هو؟ سلوى، اننا بنكمل بعض، اننا بنكمل بعض. هاني تفتكري؟ تفتكري؟ اكيد. سلوى اكيد. القهوة يا ثروت. هاني اكيد. هو ده الحب. ثروت اشرب القهوة قبل ما تبرد. خلاص يا هدى خلاص، عرفنا ان انت جبت القهوة طيرتي. انا اسف. Yeah.